الأهداف الجميلة دي شفناها لنجم من نجوم مصر ونادي الزمالك السابقين كابتن عبد اللطيف الدوماني اللي مشرفنا النهارده. صباح الخير يا كابتن دوماني. صباح الخير يا كابتن طارق. وبشكرك على حضورك، أنت جاي لنا من دمياط. أبي شرفنا طبعًا، أنا سعيد جدًا مع حضرتك وإن شاء الله تبقى حلقة مميزة إن شاء الله. خليني أبارك لك وأبارك لشعب دمياط، والحقيقة يعني أنا عايز أقول إنه دمياط كمدينة وكبلد ليها اسم كبير جدًا، مش كرة ورياضة بس، لأ يعني تاريخ. يعني لما ترجع بالتاريخ كده دمياط اللي انت مديره الفني دلوقتي، وده شيء جميل. نادي دمياط ده تأسس سنة 23، نادي دمياط ده تخرج منه نجوم كبار جدا، يعني حذكر منهم الفناجيلي، سمير زاهر، عصام الحضري، نجوم واسماء كبيرة جدا. حتى كمان مدينة دمياط بعيدا عن الرياض وعلى المستوى السياسي الأدبي الإعلامي الصحفي قدمت لنا اسماء كبيرة جدا، يعني العالم الكبير مصطفى مشرفة من دمياط، الراحل زكي نجيب محمود، طاهر ابو فاشا شاعرنا العظيم، صلاح منتصر، عائشه عبد الرحمن، فاروق شوشه، حتى في مجال الفن كمان حسن الرداد وغيرهم. كابتن دوماني، مبروك اولا صعود دمياط للدوري الممتاز به، لانه مدينه كبيره وشعبيه كبيره، فبنبقى فرحانين لما يكون في نادي عنده شعبيه وموجود في 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 في, في, في الصوره. يعني اولا بشكر حضرتك طبعا، وبسم الله الرحمن الرحيم، طبعا مبروك لنادي دمياط الكبير، ومبروك لمجلس ادارته وجمهوره وجهازه الفني وكل الناس اللي عاملين والقائمين في النادي. بنحمد ربنا. دمياط زي ما اشرت محافظه كبيره جدا، دمياط حياتها كلها كوره، دمياط يعني دمياط نادي كبير ونادي شعبي وجماهيره كبيره، زيه شأن فرق كتيره جدا زي المحله زي الاتحاد زي المصري. وضعه طبعا ما كانش اللي بيه تماما الموسم ده. الحمد لله قدرنا بمجهود مجلس الاداره، وفي البدايه طبعا بشكر الحاج محمد ابو جنبه طبعا رئيس النادي اللي طبعا وفر لنا كل شيء من اول يوم لاخر يوم، بنيابه عن اللعيبه وبنيابه عن الجهاز الفني والاداري والطبي، بنشكره طبعا. بشكر جمهور دمياط. ساخي معاكم الحاج محمد ابو جمل، اخدتوا مكافئات ولا لا بتاعت الصعود؟ لا، هو من اول يوم لاخر يوم خدنا، لكن لسه هو وعدنا بمكافئات صعود ان شاء الله. لا ما خدتوش مكافئات صعود لغايه دلوقتي؟ لا، هو وعد بحفله ان شاء الله وهيوزع فيها مكافئات الصعود. ما عملتوش حفله لسه؟ لا، هو بيحضر الحفله تليق بنادي دمياط الكبير ان شاء الله. ان كنت انا قريت انه رابطه مشجعي دمياط عامله حفل تكريم النهارده. هو عامل حفله النهارده، لكن الحاج محمد وعد ان في حفله حفله كبيره جدا تليق بالانجاز اللي حصل، ووعد ان هيصرف مكافئات. المكافئات ده لازم، لانه كره القدم من غير ماده مش هيبقى فيها امكانيات. انت دلوقتي كمان عايز تطلع اكيد الدوري الممتاز، وعندكم طموحات، والبلد دمياط يهمهم ان يشوفوا فريقهم في الممتاز. اكيد طبعا، وهو وعد اللعيبه ووعد الجهاز، واكيد ما بيوعد ان شاء الله هيوفي بوعده، وفي انتظار ان شاء الله التكريم اللائق، لان احنا تعبنا واللعبه تعبت، فبالتالي لازم يكون في طبعا. انا شفت من لحظات على الشاشه كده، نرجع تاني، هدف وفي احتفاليه في الملعب. ده مباراه ايه دي كانت يا دوماني؟ دي مباراه فاقوس، اول مباراه في دوري الترقي. في الدوري اللي هو بقى الادوار النهائيه يعني. هو المباراه دي لا، احنا كلنا ساعه ما ربنا وفقنا في الجون ده، الجون ده جه في الدقيقه 98 ضربه جزاء. وطبعا احمد سميح اللي جاب الهدف. هو كان الحكم صفر بعديها ولا ايه؟ ما اخر كره في المباراه، واتاك في ظروف المباراه كانت صعبه جدا عند لعيب المنياوي اتطرد في اول 10 دقائق. فاللعيبه كافحت ال 90 دقيقه. فلغايه ما ربنا كرمنا في الدقيقه 98، فكلنا لما شفنا الجون ده جاي في الدقيقه دي وبالتوقيت ده بالوضع ده، كلنا استبشرنا خير ان احنا ان شاء الله في صعود. يعني اللي بيؤلمني جدا امبارح، يعني الحقيقه ناس من اولا عايز اشكر الميديا في دمياط ممتازه جدا، الاعلام ممتاز جدا، يعني في ناس خاصه بتصوير المباريات ونقلت كل المباريات وموجوده على اليوتيوب، وناس عاديه، مواقع عاديه جدا، صفحه على الفيسبوك بتاعت نادي دمياط اسمها دمايطه اس سي برضو، يعني مهتمه جدا وعملت حتى بتنويع على الحلقه بشكل جيد، وده شيء كويس انه في ميديا كويسه وفي اعلام جيد في مدينه دمياط. كابتن، فانا بشكرهم الحقيقه. يعني دمياط اسم كبير، والكره عندهم ده في دمهم. يعني دمياط لعب دوري ممتاز بقى 5 سنين ويحتفلوا بالمئويه بتاعتهم، جمهور 10 كره نادي تاسس سنه 23 خلاص قربنا، والنادي طلع اسماء كبيره جدا في كره القدم ولعب دوري ممتاز.
مش وضعه اللي هو يلعب درجه ثالثه خالص ولا ممتاز بيها. بيقولوا ان نادي دمياط ما عندوش ملعب او الملعب بتاعه استاد دمياط اللي استضاف الاهلي والزمالك والفرق الكبيره بيقولوا في حاله يرثى لها، وانه الملعب فيه كلاب ضاله وفي النجيله يعني مش موجوده وفي كل حاجات سيئه يعني. يعني احنا بننشد من خلال برنامجك المحترم طبعا المرئي، وطبعا الناس كلها شايفاك اخصائي وكده وانتم الناس المحترمه. نادي دمياط من سنه 98 اعتقد ما هتلعبش على الاستاد ده اي مباراه. تخيل سنه 98 في مشكله حصل بتحصل بقالنا فتره، انا اتعرضت لها الموسم ده، مش لاقي ملعب اتمرن عليه، بنأجر ملاعب وبندفع فلوس. تخيل نادي محافظه ونادي كبير بحجم نادي دمياط، كل الفرق اللي في محافظه دمياط درجه رابعه عندها ملاعب. طب اسمح لي، ده احنا بنشوف لقطات، ده مدينه دمياط دي جميله جدا وفيها البحر وفيها النيل وفيها اللسان وفيها الجربي وفيها راس البر. شوف حتى اللقطات بتبين مدى جمال المدينه، ازاي ما حدش مهتم بالاستاد اللي هو واجهه للمدينه. كتير اشتكوا، بقول لحضرتك نادي المحافظه ما فيش ملعب، انا بروح اتمرن في ملاعب بندفع ايجار، اجي التمرين يقول لي لا خلاص الوقت خلص. اكيد هل انتوا يعني بعتوا بيان للسيد المحافظ؟ اكيد طبعا، اكيد المسؤولين في نادي دمياط والحاج محمد ما بيسكتش في حاجه زي كده، واكيد عملوا يعني استغاثه او اتضرهم، لان انا بحجم دمياط بقول لحضرتك نادي محافظه مش لاقي ملعب. شوف المناظر الجميله، لا بلد جميله جدا وشعبها طيبين وناس الكره عندهم رقم واحد. يعني هم ناس عمليين وفي التجاره، لكن الكره طبعا عندهم رقم واحد. لا اتمنى يعني، احنا قبل كده الحقيقه برضو كنا من حوالي شهرين في مدينه بلبيس ونشدنا رئيس المدينه الشارع اللي كان فيه ادم مسجد اللي هو سادات قريش انه يتعمل، لانه كان في حاله يعني غير مرضيه بالمره واستجاب. فاتمنى، ودلوقتي انا عارف ان يوم الجمعه بتشاف كويس جدا وعارف ان دمياط بتتفرج على صباح رياضه كويس جدا والمسؤولين، بتمنى الناشد الساده المحافظ والمسؤولين مديريه الشباب والرياضه في دمياط ان هم يشوفوا حل لاستاد دمياط. شوف المناظر جميله ازاي، بلد رائعه جدا. الحقيقه ده مهم جدا يا استاذ طارق، بقول لك بنأجر ملاعب وانت كمدرب او كلاعيبه من بلد لبلد من ملعب لملعب. طب ورجال الاعمال في دمياط فين من القصه دي؟ يعني انا مش عارف موجودين، والحقيقه يعني احترامي ليهم ما حدش ساعد الفرقه خالص خالص خالص. الحاج محمد هو بنجيبه، هو اللي بيتحمل كل حاجه من تعاقدات من مرتبات من مكافئات من معسكرات من اول يوم لاخر يوم. الحقيقه ما فيش حد ساعدنا خالص، لدرجه ان احنا حاولنا قبل الترقي يعني نكلم حد من رجال اعمال، للاسف ما حدش واقف جنبنا خالص يعني. يعني اتمنى ان يكون في خلاص بقى الصوره دلوقتي، انت عندك طموحات ان انت تطلع ممتاز بتمثله مدينه كامله، كره القدم بتسعد الملايين. يا كابتن طارق، دمياط من موسمين بالظبط اتظلم في مباراه وكان معاهم كابتن احمد الكاس طبعا، وقفت على بونت، كان لسه على الدوري الممتاز مش يعني لاخر مباراه كافحهم ولاخر مباراه وبظلم تحكيمي طبعا يعني غير مقصود، اتحرموا من ممتاز. صحيح. قبل ما اسيب دمياط عايز اقول انه في المشاهد ابو مودة العربي بيقول ما تنسوش يا جماعه ان عندنا نجم الكبير حسن ريحان توفاه الله من ايام قليله جدا، ان انتم تقدموا له عزاء. بنقدم طبعا لكل نادي دمياط وكل الجمهور طبعا العزاء، لانه كان نجم كبير في السبعينات حسن ريحان. ربنا يرحمه طبعا، ومأثر مع الناس الفتره الاخيره، وربنا يرحم موتنا كلنا. طيب هتكلم لسه برضو على الممتاز بيه وعلى ضمنته بتلاقوها، يعني احنا عرضنا لقطات في صباح رياضه مره كنت مع منى عبد الكريم، عرضنا لقطات لمشجع تعب جت طياره هليكوبتر خدته. مشجع وفي دوري درجه ثالثه ولا ايه؟ وهنا بيحصل لا ده انت عندك اللعيب بيخلص ولا حد هياخد له بتاع ساعه وربع لغايه ما حد يجي. بس دلوقتي يقال ان بقى في خدمات افضل. هو شوف، هو اهم يعني حاجه ما بتلعبش اي مباراه غير ما يكون الاسعاف موجود. حسيت انت لا دي 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 ده موجود. طيب ده رقم واحد، ده هتحسب لهم. المباراه ممكن تتاخر ومن اساسات الحكم، بس يتاكد لابد ان يكون في اسعاف واي حد يتعب يسعفوه في لحظتها. اكيد طبعا، ده شيء يعني كويس. والحاجه الثانيه لابد يكون في دكتور في كل فريق، يعني مش تاهيل او علاج طبيعي، دكتور لا يعني متخصص. بس برضو حضرتك دي مش في الثالثه برضو وفي الممتاز به. نتمنى ان شاء الله برضو يا كابتن طارق الدكتور مهم جدا طبعا. طيب يعني انا سامع انه في مدينه اولمبيه، قرية أولمبية بتتعمل، وإن دمياط هياخد فيها حاجات كتير، يعني الملاعب بتاعتها هيكون دي الحق، الماتشات يلعب عليها، الكلام ده صح؟ صح، واتمرنا فيه بالفعل، وفي ملعب حلو جاهز، في ملعب ترتان ده جاهز، وفي ملعب تاني ملعب طبيعي. ولا بدأ هيبدأ يعمل، بس خلاص فرشوا الملعب الطبيعي كمان خلاص، وفي فندق على أعلى مستوى.
وعلى فكره دي نقله تحسب لمجلس الاداره الحاج محمد وجميع مجلس الاداره المحترم وتحسب الحاج محمد بس عايزين يصرف المكافئات هيصرف بتاعت اتكلموا بقى كابتن الجهاز الفني لا ما يعني اكيد ان شاء الله هيصرف ان شاء طب الله. اخيرا بقى انت ليك بصمه كويسه جدا كل الانديه اللي ضربتها في الدرجه الثالثه طلعت ممتاز بيه وشك حلو عليهم اكيد يعني لا الحمد لله طبعا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وببقى مركز زي ما حضرتك اشرت وبتمنى نفسي في كل بطوله كل موسم ان انا اصعد الحمد لله مصعد حوالي 4 أو 5 فرق الحمد لله من مين هم بقى الفرق دي يعني بدايه كانت اول تجربه ليا مع نادي الزعفران في كفر الشيخ فضلت الاخر فتره والفرقه تصعد يكمل بعديها كابتن جمال الشرقاوي طبعا نجم سمنود الحمد لله صعدنا نادي سمنود المحترم صعدت بيه نادي بني عبيد برضو صعب بيكمل بعد حاجه ثانيه بقى طبعا مدينه بلد بقى. طبعا جه بعد كابتن عادل صديق كمل دمياط طبعا الموسم ده طبعا من بدايه الموسم لاخر الموسم دمياط على فكره يشرف اي لاعب ويشرف اي مدرب قول لي الناس في دمياط ازاي يعني دمياط التعامل والجمهور ومتابعته للكوره احكي لي عليهم كده لا ناس لا والله بالامانه على فكره انت اشرت الحاجه المواقع ده فادني يعني كان بيجيب لي ماتشات مجال الاعلام مثلا فرق مثلا زي فقوس الاقي يجيب لي مباراه فقوس الاخيره او تقرير عن ملعب فقوس او ابرز اللعيبه فالناس مهتميه جدا الناس حياتها كوره الناس ما سابوناش من اول مباراه الاسماعيليه يجي معانا جمهور نفسه المحترم فكل تحيه طبعا للجمهور وبتمنى ان شاء الله ربنا يوفقهم ويبقى درجه التدريب طبعا ما يقربلهاش تاني خالص ان شاء يا الله يا رب كابتن عبد اللطيف الدوماني مبروك سعود مبروك لشعب دمياط وجمهور دمياط واحنا بنبقى فرحانين لما اي بلد او نادي عنده شعبيه يكون موجود في المسابقات بيدي طعم اكيد وبنشكرك على حضورك من دمياط ووجودك معانا النهارده وبالتوفيق ليك دايما شكرا كابتن طارق دايما انا بلبي طبعا احبطني ببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك يعني. شكرا لكل الساده المشاهدين على حسن المتابعه الى اللقاء وحلقات اخرى قادمه وصباح جديد للرياضه ان شاء الله.